يحيى، واش كتحسوا انتم كلاعبين بواحد ربما واحد الضغط شويه سبيسيال، خصوصا في ظل النتائج الرائعه ربما اللي حققتي انت مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، كذلك اول مسابقه عالميه تنظم في المغرب بعد هذا المونديال، وانتظارات ربما تكون كبيره؟ أو بالفعل هي نورمالمون ما كانش خصنا نديروا عندنا الضغط، فملي كتلعب يعني مسابقات بهذا الحجم هذا امام فرق عالميه فرق الكبير، فما كيكونش عندك الضغط اكثر. ولكن كيف قلتي دابا النتائج الاخيره اللي كيحققوا لا منتخب لا فرق مغربيه، فكتحتم عليك انت باش تدخل المسابقه وتظهر بواحد الشكل جيد وتحقق النتائج. فان شاء الله نتمنى من جميع مكونات النادي، لا لاعبين لا اطار لا مسؤولين، كلشي يكون واعي، كلشي يكون زعما يتكاتفوا المجهودات ان شاء الله ويتكاتفوا الجهود باش ان شاء الله نديروا شي نتائج ايجابيه ان شاء الله اللي ترضينا وترضي جميع المغاربه ان شاء الله. ضغط على الفريق، ربما ضغط اكبر على العميد عميد الفريق يحيى جبران اللي راجع من انت ويحيى عطيه الله ورضا التقنوتي من التجربه المونديالية، ربما كذلك مسؤوليه اخرى على العاتق ديالكم انتم. وبالفعل يعني عشتي واحد الاجواء اللي كبيره مع المنتخب الوطني في المونديال الاخير في قطر، فيمكن هذا غير بالعكس يحيد عندنا تكون عندنا واحد الاكسبيريونس، تكون عندنا واحد التجربه مسبقه على زعما على المناسبات هادو على المسابقات، دونك نقدروا نبارطاجيو مع اللاعبين الاخرين اللي كاينين ان شاء الله، ونقدروا نوصلوا لهم زعما واحد شويه الاجواء باش ما يجيوش داكشي واحد الشكل غريب كثير. ونتمنى ان شاء الله نتمنى كلشي يكون موجود ان شاء الله، وكلشي يكون عنده واحد الحافز كبير وواحد الرغبه كبيره ان شاء الله باش حنا نحققوا واحد الانجاز اللي زعما يخلينا ويشرفنا ويشرف الوداديين ان شاء الله.